السلام عليكم. في الفيديو هذا غادي نشوفو تمارين درس معادلات مستقيم. نبداو بالتمرين الاول. التمرين الاول كيقول نعتبر النقاط A و B و C بحيث A احداثيات ديالها دونك احداثيات ديال A ناقص 3 1 B ناقص 4 0 C ناقص 5 1. السؤال الاول هو حدد المعادلة المختصرة للمستقيمين AB و AC. دونك المعادلة المختصرة هي كل معادلة كتكتب على الشكل التالي MX Y كتساوي MX زائد B، حيث M هو الميل و B هو الأرتوبين الأصل. دونك ملي غنبغيو نجاوبو على هاد السؤال خصنا نحددو دونك تحديد المعادلة المختصرة. دونك يتم بتحديد الميل اللي هو ام والأرتوبين الأصل اللي هو بي. دونك هنايا باش نحدو الميل ام عندنا كنحتاجو النقط اللي كيمر منهم مستقيم ا بي. دونك مستقيم ا بي بطبيعة الحال كيمر من نقطة ا ومن نقطة بي، دونك غنحتاجو الإحداثيات ديال النقطة ا و بي. دونك أول حاجة كملاحظة ملي تكونو كتخدمو التمارين ديال معادلات مستقيم ولا ديال المعلم، اول حاجه تحطوا احداثيات قدامكم لانهم غيفيدوكم، غادي تحتاجوا ليهم في التطبيق العددي، من الاحسن يكونوا قدامكم. دونك عندنا الميل، كنعرفوا ان الميل العلاقه اللي كيتحسب بها هي هذه ايغريك بي ناقص ايغريك ا على اكس بي ناقص اكس ا. دونك طرح الارتوبين على طرح الاكسورين. دونك غادي نعوضوا ايغريك بي، دونك عندنا هو صفر، إيغريك أ هو واحد على إكس بي اللي هو ناقص ربعة ناقص إكس أ هو ناقص ثلاثة. دونك هنا عندي ناقص ثلاثة، داكشي علاش درت قوس دونك باش منغلطش في الإشارات. كنعوضو كنحسبو دونك صفر ناقص واحد هي ناقص واحد على ناقص ربعة ناقص مع ناقص هي زائد، إذا ناقص ربعة زائد ثلاثة هي ناقص واحد، وبالتالي إم كيساوي واحد. دونك لقينا الميل كيساوي واحد. دونك المعادلة ديال المستقيم AC ولات كتساوي لينا، دونك كنعوضو M بواحد غتولي كتساوي واحد X. دونك واحد X زائد بطبيعة الحال B. دونك المعادلة ديال المستقيم هي هادي. دونك دابا خصنا نحدو B اللي هو الأرتوب عند الأصل. دونك باش نحدو الأرتوب على الأصل كنحتاجو نقطة من النقطتين اللي كيمر منهم أ بي. دونك سوا نخدمو بالنقطة أ إحداثيات ديالها أو نخدمو بالنقطة بي. دونك دونك ناخدو النقطة أ. دونك لدينا أ كتنتمي لأ بي. شنو المعنى ديال أ كتنتمي لأ بي؟ يعني الإحداثيات ديالها كيحققو المعادلة، يعني أن إيكغيك أ كيساوي إكس أ زائد هداك بي. دونك هي هادي. دونك كنعوضو إحداثيات النقطة أ، إيكغيك أ كيساوي دونك هنا كاينة واحد، واحد إكس أ دونك الميل واحد إكس أ زائد بي. إذا إيكغيك أ هو واحد، دونك هو هدا، أوف صول أ دونك إكس أ هو ناقص ثلاثة، دونك واحد في ناقص ثلاثة، دونك ناقص ثلاثة زائد بي. دونك إلا دوزنا ناقص ثلاثة للطرف الآخر، تولي عندي واحد زائد ثلاثة، إذا بي هي ربعة. وبالتالي معادلة المستقيم أ بي، المعادلة المختصرة للمستقيم أ بي هي إكس إيكغيك كيساوي إكس زائد أربعة. بالنسبة للمعادلة المستقيم أ سي بنفس الطريقة غادي نبداو بالميل. دونك الميل، دونك بما أن المستقيم أ سي كيمر لينا من جوج نقط اللي هما أ و سي، دونك غنخدمو بالنقطتين أ و سي. دونك إيكغيك سي ناقص إيكغيك أ على إكس سي ناقص إكس أ، وكنعوضو إيكغيك سي قلنا هو واحد، واحد دونك إيكغيك سي واحد ناقص إيكغيك أ اللي هو واحد على إكس سي اللي هو ناقص خمسة ناقص ناقص. دونك هنا عاوتاني غادي ندير ناقص وندير بطبيعة الحال ندير القوس باش منغلطش في الإشارة. دونك ناقص ناقص دونك هي زائد ثلاثة، وبالتالي واحد ناقص واحد دونك صفر، إذا الميل هنا عندي كيساوي صفر. دونك ميل هذا المستقيم AC كيساوي صفر، وبالتالي المعادلة ديال المستقيم AC غادي تولي على هذا الشكل. دونك الميل لقيناه صفر في X زائد B. دونك صفر في X هي صفر، دونك Y
كتساوي بي هي معادلة، أصبحت المعادلة على الشكل. دونك دابا بغي نحدد بي، باش نحدد بي غادي نختار نقطة، دونك سوا أ ولا سي اللي كينتميو للمستقيم أ سي، وغنلقاو أن إكغيك أ، دونك نعاود واحد الشيء ديال أ حيت كتنتمي لسي، دونك إكغيك أ كيساوي، يرجعنا لهاد المعادلة اللي فيها صفر، دونك كتساوي، غنخدم بهاد المعادلة، هي نفسها هي المعادلة، هي كتساوي دونك صفر في، دونك الميل صفر، صفر في إكس أ زائد بي. إذا إكغيك أ شحال كيساوي؟ إكغيك أ كيساوي بي، و إكغيك أ عندنا هو شحال؟ هو واحد. إذا بي كيساوي واحد، دونك المعادلة ديال المستقيم غتولي هي إكغيك كيساوي واحد. دونك نشوفو هادشي أون ديتاي. دونك عندنا إذا معادلة المستقيم تصبح إكغيك كيساوي بي، من لقينا الميل كيساوي صفر. لدينا أ كتنتمي هنايا، كتنتمي بطبيعة الحال ماشي لأ بي، كتنتمي لأ سي، دونك هنا سي، هنا أ كتنتمي لمستقيم أ سي، دونك هنا عندنا نقطة بطبيعة الحال نقطة سي، دونك أ سي هنا، دونك عندي غنوضحو مزيان، دونك هنا بطبيعة الحال هنا كاينة، نحاول نمسح هادشي كامل، دونك هنا كاينة، كايناش بي ولكن كاينة النقطة، بطبيعة الحال النقطة سي، دونك هنا عندي سي، دونك المستقيم بطبيعة الحال اللي كنهضرو عليه هو المستقيم أسي، المستقيم ديالنا هو المستقيم بطبيعة الحال مستقيم أسي. دونك ومنه إكغيك أ كتساوي بي، أي أن إكغيك أ عندنا هي واحد، دونك بي كتساوي واحد، أي أن معادلة المستقيم أ سي هي إكغيك كتساوي واحد. دونك أي مستقيم هاد الشكل اللي كيكون المعادلة ديالو إكغيك كيساوي واحد، دونك إلا شفنا التمثيل المبياني ديالو في المعلم، دونك هنايا كيكون هاد المستقيم، كيكون هاد المستقيم كيمر من نقطة الأرتوب ديالها واحد، و تيكون مستقيم قاسي، مستقيم بطبيعة الحال مستقيم قاسي. السؤال الموالي، دونك السؤال الموالي هو هل المستقيمان AB و AC متوازيان أو متعامدان؟ على الجواب، دونك باش يكونوا متوازيين خص يكون عندهم نفس الميل، دونك هنا الميل ديال أ بي عندنا هو واحد، الميل ديال أ ديال أ سي هو صفر، يعني ما كيتساواش، ما عندهمش نفس الميل، يعني ما متوازيينش. واش متعامدين؟ دونك إلا ضربت صفر في واحد واش غيعطيني ناقص واحد؟ لا، غيعطيني صفر، إذا الضرب ديالهم الضرب ديال الميلين ما كيساويش ناقص واحد، إذا ما متعامدينش. دونك هنايا الميل ديال أ بي هو واحد، الميل ديال أ سي هو صفر، دونك واحد كيخالف صفر يعني ما متوازيش، وواحد في صفر الا ضربت الميل ديال الاول في الثاني كنلقى صفر، صفر كيخالف، دونك خصو يكون كيساوي ناقص واحد باش يكون متساوي. التمرين الثاني كيقول نعتبر النقطة أ بي، نعتبر النقطة أ بي، نعتبر النقطة أ ذات الإحداثيات جوج خمسة والمستقيم دي، المعادلة ديالو هي هذه. السؤال الأول هو حدد المعادلة المختصرة للمستقيم دي، دونك هنا باش نحدد المعادلة المختصرة للمستقيم دي كنطرقو من هذه المعادلة وكنحاولو نحولو إكس جوج إكس للطرف الآخر ونحاولو نكتبو إكغيك دلالة، دونك كنحسبو نكتبو إكغيك دلالة بطبيعة الحال دلالة إكس، دونك المعادلة المختصرة غتكون بهذا الشكل، دونك إكس دلالة إكغيك بدلالة إكس. دونك كيف ما قلنا المعطيات هما هادو، عندي جوج إكس ناقص إكغيك كتساوي ربعة، إذا غندوز جوج إكس للطرف الآخر، إذا غادي تولي عندي ناقص جوج إكس،
زائد 4 الى ضربت في ناقص 1 هنا وهنا طرفي المعادله، يولي عندي هنا إيغيك كيساوي دونك ناقص جوج في واحد دونك هي جوج، زائد 4 في ناقص واحد دونك هي ناقص 4، وبالتالي هذه هي المعادلة المختصرة للمستقيم دي، وجوج هو ميل المستقيم دي. السؤال الموالي، هل أ تنتمي إلى الدي؟ دونك باش تكون أ كتنتمي للدي خاصها تكون كتحقق هذه المعادلة. شنو هي كتحقق هذه المعادلة؟ يعني كتحقق هذه المعادلة يعني إيغيك أ إلا عودته هنا، يعني إلا عودت إكس بجوج خاصني نلقى إيغيك كيساوي، بعد الحساب غنلقى إيغيك كيساوي 5. دونك هنا لدينا إيغيك أ كيساوي 5، دونك غنعوض إكس بجوج في المعادلة ديال، دونك في هاد المعادلة، دونك غنعوض إكس بجوج هنا، دونك غنعوض إكس بجوج ونحسب، دونك جوج في جوج كتعطيني جوج في جوج دونك 4، ناقص 4 دونك هي 0، و 0 كتساويش بطبيعة الحال 5. إذا إحداثيات النقطة أ ما كيحقوش هاد المعادلة، وبالتالي أ ما كتنتميش للمستقيم دي. حدد المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا الموازي للدي، دونك دلتا كيوازي دي، يعني دلتا يعني الميل ديال دلتا غيكون كيساوي الميل ديال دي، غيكون كيساوي شحال؟ غيكون كيساوي الميل ديال دي قلنا هو 2، دونك الميل ديال دلتا كيساوي 2. دونك لقيت الميل كيساوي 2، يعني المعادلة ديال المستقيم دلتا غتولي على هاد الشكل، إيكغيك كتساوي الميل اللي هو جوج في إكس زائد بي، دونك بقى ليا بي. باش نحدد بي اللي هو الأرتوبة عند الأصل، شنو غندير؟ غنختار النقطة اللي كيمر منها دلتا اللي هي أ، غادي نحاول نعوض الإحداثيات ديالها في هاد المعادلة. دونك لدينا أ كتنتمي لدلتا، وبالتالي إيكغيك أ كتساوي جوج في إكس أ زائد بي. إيكغيك أ شحال قلنا هو 5، إكس أ دونك هو 2، دونك أو كنحسب دونك 5 كتساوي جوج في جوج دونك هي 4، دوز 4 للطرف الآخر، إذا بي كتساوي 5 ناقص 4، أي أن بي كتساوي 1، وبالتالي معادلة المستقيم ديال طا هي كالتالي. أنشئ في المعلم، دونك السؤال الموالي، أنشئ في المعلم أو إي جي النقطة أ والمستقيمين دي ودلتا. لإنشاء المستقيمين أي مستقيم اللي كنبغي نديرو الإنشاء ديالو، كنحتاجو لنقطتين، دونك كنحتاجو لنقطتين. دونك النقطة الأولى مثلا غنعوضو إكس بواحد في المعادلة ديال المستقيم دي ونحسبو إيكغيك، دونك إلا عوضت إكس بواحد جوج في واحد ناقص 4 دونك هي ناقص جوج. دونك النقطة الأولى اللي كيمر منها دي هي ذات الإحداثيات واحد ناقص جوج، دونك إلا عوضت إكس بجوج غنحسب غنلقى إيكغيك في هاد المعادلة، جوج في جوج دونك 4، 4 ناقص 4 صفر. إذا النقطة الثانية اللي كيمر منها دي هي ذات الإحداثيات جوج صفر. نفس الشيء بالنسبة لدلتا، ناخذ اكس كيساوي 1 نعوض هنايا، دونك غادي يولي عندي جوج في واحد جوج زائد واحد دونك 3. دونك النقطة الأولى اللي كيمر منا هي واحد 3، والنقطة الثانية إلا عوضت اكس بجوج غنلقى إيكغيك كيساوي 5، أي أن النقطة الثانية هي هادي. دونك غندوزو للتمثيل. دونك التمثيل المبياني غنحاولو نمثلو النقاط ديالنا، دونك نبداو بهاد النقاط. دونك النقطة ديال الإحداثيات واحد ناقص جوج، دونك غتكون هنا واحد ناقص جوج، هادي هي النقطة الأولى. النقطة الثانية جوج صفر، دونك جوج صفر غتكون هنا محور الأفاصيل. دونك إلا دونك مثلنا النقطتين، دونك المستقيم ديالنا دي غيكون بهذا الشكل هذا. بالنسبة للنقطتين، بالنسبة للمستقيم دلتا، دونك عندنا الإحداثيات ديال النقطة واحد 3، دونك واحد 3 هي هادي، وجوج 5 اللي هي النقطة بطبيعة الحال النقطة أن جوج خمسة، وكنمثلو المستقيم ديالنا اللي هو المستقيم دلتا. دونك كيبان لينا أن المستقيمين متوازيين انطلاقا من الشكل. دونك هكذا كنكون جاوبنا على التمرين ديالنا، وكنشكركم على التتبع ديالكم، ونحاول نتلاقاو في فيديوهات أخرى إن شاء الله. شكرا.